غير مؤكده لا اريد ان افوت فيها، نعم وعن نقل الرئيس معهم، ولكن ما استطيع ان اؤكده هو ما حصلت عليه من مصدر مؤكد حول هؤلاء المسؤولين الخمسه، ولا توجد لدي اي معلومات مؤكده حول نقل الرئيس ام لا. لدينا الان معلومات مؤكده عن مقتل 8 افراد من الحرس الخاص والحراس الشخصيين للرئيس. اذا الاصابات كانت بالغه في المسؤولين، والمصدر الطبي يتحدث عن ان اصابه الرئيس كانت ساعد في تخفيف الحزام او ما يسمى بالواكي من الرصاص او الدرع الواكي، وهو ما حمى منطقه البطن والصدر، ولذلك تركزت جروح الرئيس على منطقه الراس خاصه عند الاذن والانف والوجه شمالا والراس والاطراف الارجل التي اصيبت بحروق بارده. قال شهود عيان في مدينة حماة في وسط سوريا.